نحاولوا نطوروا كل انسان. ما راحش في كل بلديه. الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي اراد اغتنام اليوم 8 من مارس من جهه لتكريم المراه الريفيه، ومن جهه اخرى للسماح لها بدورات تكوينيه، اللي هي اليوم قررنا عمل 3 ورشات تكوينيه. اولا كيفيه تجفيف الفواكه، ثانيا اللي هي استخلاص الزيوت منها التين الشوكي والخل التفاح، وثالثا اللي هي دورات تكوينيه عن طريقه النحل، العسل، عسل النحل.